اسمي عماد حمدي عبد الحميد شراره من جروان مركز الباجور محافظه المنوفيه. انا قالوا ان في تامينات في 2019 بتشتري، انا رحت اشتريت التامينات بتاعتي ودفعت المبلغ اللي هم طالبينه، وبناء عليه قال له قفل جميع الاوراق بتاعتك المستحقه. فقفلت طبعا، انا كنت سواق، قفلت المده بتاعتي وسلمت رخصتي، كنت صاحب عمل كمحل دواجن حيه، سلمت الحاجه وسلمت رخصتي او سلمت اوراقي وسلمت كل حاجه للتامينات. وبناء عليه اللجنه اللي قامت من التامينات عينت عندي، قفلت كل نشاطاتي ومازال موجود المكان بتاعي مقفول. فبناء عليه دلوقتي انا كنت بقبض في 2020 1 يناير و 2020 قبضنا 3 شيكات وصرفنا لحد سنه 2024 5 سنين بنقبض. وبناء عليه فجاه لقيت معاشنا اتوقف. ليه؟ احنا ما نعرفش. نزل اخ قال انتوا مش اصحاب منشاه، لكن احنا اصحاب منشاه. وبناء عليه انا كصاحب منشاه كنت بدفع وصل تاميني، ادي وصل تامين كل شهر كنت بدفعه، ضرايب عامه كنت بدفعها كل سنه، رخصه محل، مرخص محل، التامينات قال لي لازم تقفله، قفلته. ده نشاط من الضرايب بالوقف بتاعي ان انا قفلته. كنت سواق باكل لقمه عيش من السواقه، قال لي لازم تقفلها مع ان المفروض ما كنتش اقفلها، قفلتها. وبناء عليه قبضت في 2020، قبضت دلوقتي عباره عن 5 سنين و3 اشهر، وفجاه لقيت معاشنا اتوقف. مش انا بس، احنا ومجموعه عباره عن 40 فرد متشردين في الشوارع. ال 40 فرد دول جابوا قروض من البنوك، جابوا قرض مره واثنين وثلاثه. فدلوقتي احنا بنناشد المسؤولين، احنا عايزين حقوقنا، احنا مش عارفين ناكل ولا نشرب، ومهددين من البنك بطلب الفلوس اللي احنا سحبناها. احنا ما سحبناش، معاشنا كان بيضمننا في التامينات. التامينات وقفت معاشنا ليه؟ احنا اصحاب عمل، بيقولوا ان احنا مش اصحاب عمل، بس احنا اصحاب عمل ومعانا ما يفيد بذلك اولادنا مسنداتنا. 40 فرد متشردين، احنا كلنا عندنا عباره عن 60 65 سنه لا عارفين نشتغل ولا ناكل ولا نشرب ولا اي حاجه. احنا كنا بناخد 900 جنيه كنا مأكرمين نفسنا عليهم، كنا مسستمين نفسنا ان احنا نمشي بيهم. دلوقتي ما فيش اي دخل بالنسبه لنا. اللي مريض منا بالسكر، اللي مريض منا بالضغط، يعني الناس كلها عارفه ظروف الناس. دلوقتي احنا في غلاء معيشه، فين غلاء المعيشه اللي احنا مش عارفين نقبض معاشنا؟ مين يقدر يعيش ب 900 جنيه؟ فدوني، مين يقدر يعيش دلوقتي ب 900 جنيه؟ انا عايز دلوقتي حقوق الناس ديت. 40 فرد متشردين في الشوارع، مطلوبين من البنوك، عايزين ياكلوا ويشربوا، عايزين يعيشوا زي بقيه الناس. نناشد المسؤولين ان احنا بس ناخد بعض الحقوق بتاعتنا اللي هو 900 جنيه، وراضيين بما قسم الله لنا، وربنا هو العون لنا، وبنطلب من ربنا ان ينصفنا. ونناشد المسؤولين ان ربنا يكرمنا وحد يقف جنبنا، احنا كلنا غلابه وعلى الله، وعايزين نرجع بس معاشنا باي طريقه. ربنا يبارك لكل واحد، يسعى في الخير، ومتشكرين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا محمود محمد طلعت زنت حيوم كفر شبرا زنج. كنت معايا رخصه بدفع لها من 2001 ل 2019، ومعرفت ان في معاش مبكر اللي بيقولوا عليه هيقف في 2019، في اخر 2019 ابتديت ان انا اجري في الاجراءات بتاعته واروح للتامينات. فلما رحت قالوا لي انت فاضل لك سنه وتساوي، فكده مش هينفع. قال لي ما عندكش محل؟ قلت له عندي المحل، فتح محل بقاله كام سنه، بقاله كتير يعني. طب محل ايه؟ قلت له محل احذيه. قالوا خلاص هتسوي هذا على هذا المحل. فسويت فعلا زي ما قالوا لي، وكنت فاتح في الضرايب برضه. جم بتوع الضرايب شافوا المحل، وبتوع التامينات شافوا المحل، بعد كده قالوا لي اقفل وسلم الرخصه. رحت سلمت الرخصه اللي انا كنت باكل واشرب منها، اعتبر انا كده ما بقاش عندي مصدر رزق. بعد ما سلمت الرخصه وطلعت معاش زي ما هم ما قالوا لنا اعملوا كذا وسووا كذا، طلعنا معاش. طب بعد ما طلعنا معاش قبضنا من سنه في اواخر 2019، انا اعتبرت مصرف من 2020 لغايه 2023، 4 سنين وشهرين، يعني دخلنا في 4 سنين وشهرين. فوجئنا البنك بيبعت لنا ايه؟ اللي احنا جايبين طبعا قروض كلنا من البنوك، يعني كل واحد فينا جايب، انا جايب انا عن نفسي 80,000، والبنك بتاع القاهره جايب 25,000، انا كنت بجوز عيله. طب البنك ده انا ادفعه ازاي؟ لما المعاش ده وقف ومش فاهمين هو وقف ليه اساسا؟ ازاي انا طلعت معاش وازاي المعاش وقف؟ طب ندفع بقى البنوك سعادتك منين؟ البنوك دي يعتبر كل شهر انا بدفع بنوك حوالي 4000 جنيه، حوالي 4000 جنيه. 4000 جنيه يعني معنى صح مش عارف امشي. وضغط وسكر سعادتك عندي، يعني انا بسال بقول المسؤولين ان عندي ضغط وسكر، يعني عندي الاوراق بتثبت بكده. ما بقتش اقدر اشتغل زي الاول بقى، زائد ان انا سلمت رخصه. طب انا هعيش ازاي بالطريقه دي؟ ده
ده زائد بقى ان التامينات بعد ما عملت ده وقفت معاش، بتقول لك انتوا طلعتوا معاش بغير وجه حق. طب ازاي؟ طب هندفع الفلوس اللي طالبينها ازاي؟ طالبين حاجه و80,000 جنيه، طب انا هاخدهم ازاي؟ واحد طالع على 900 جنيه ورضيت وقلت الحمد لله يا رب رضا قوي، قعدت 900 جنيه كترهم في الاربع سنين بقى ده تبقى دخلوا في 2000 جنيه، بس ال 2000 دولار مطلوب مني ان اعد عليهم 2000 وادفعهم قروض اللي جوزت العيال اللي جوزتهم. اجي فوق دلوقتي ان معاش وقف، طب انا هشتغل ايه تاني بقى بعد ما عندي 57 سنه؟ هروح اشتغل ايه تاني؟ حتى الرخصه خدوها مني، وقلبنا من رخصه من سواق اللي كنت بقى ليها كل حقوقي بقيت من سواق لصاحب عمل. طب اجي من سواق لصاحب عمل في الاقي انت مالكش حاجه خالص؟